شكرا زميل هاشم، وشكرا لزميلتي غاده، ومثل ما احنا عودناكم قلنا لكم ان احنا موجودين فعلا في مشروع مبنى الاداره العامه للادله الجنائيه التابعه لوزاره الداخليه، لكن المشرفه على هذا المشروع وزاره الاشغال، وهذا المشروع موجود في منطقه جنوب السره وبالتحديد في منطقه الزهره. لكن احنا ودنا نتكلم عن هذا المشروع. معنا المهندسه اسراء الكندري، مهندس معماري في إدارة التنفيذ في المشاريع الخاصة، وإحنا دائما مع المهندسين الكويتيين الله يعطيهم العافية اللي دائما موجودين في جميع المشاريع في دولة الكويت. مهندس صباحك الله بالخير ويعطيك العافية وعساك على القوة. بسم الله الرحمن الرحيم، صباحك الله بالنور والسعادة، نرحب فيكم عندنا في مشروعنا، مشروع الإدارة العامة للأدلة الجنائية. أول شيء مهندس الله يعطيك العافية وعساك على القوة، وهذا المشروع إحنا أول مرة يعني إحنا نكون موجودين في هذا المشروع، والمشاريع اللي توه تقريبا الجديده واللي تخدم الدوله، تخدم يعني بالتحديد وزاره الداخليه، ودنا نتكلم نعطي نبذه للمشاهد الكريم عن هذا المشروع. طبعا مشروع الاداره العامه للادله الجنائيه يعتبر هو المختبر الخاص في وزاره الداخليه لتحليل الادله الجنائيه. مشروعنا هنا يقع في منطقه جنوب السره، ومنطقه جنوب السره تدري انها هي منطقه ذات كثافه سكانيه عاليه، وفي عندنا العديد من مؤسسات الدولة الحكومية موجودة في هذه المنطقة. بجانبنا هنا يقع مبنى المباحث الجنائية، ويربطنا معاهم مواقف سيارات متعددة. يعني على تقريبا على يسار المبنى او على يمين المبنى مبنى المباحث الجنائية، هاتوا من المشاريع الجديدة، لكن مبناكم انتم مال الأدلة الجنائية، ودنا نتكلم عن عدد الأدوار. المبنى هذا مقسم إلى قسمين، يمكن عندنا بالصورة هني المبنى هو جاهز، راح يكون جاهز بهذا الشكل، لكن في مخطط ثاني، ودنا بس لو توضح لنا المبنى مقسم إلى قسمين. اوكي، هو انا بعطيك نبذة بسيطة عن المشروع. المشروع توقع في او ابتدى في 15/10/2017. المشروع عندنا مثل ما حضرتك أسلفت مكون من مبنيين، مبنى إداري ومبنى خاص بالمختبرات. يفصلهم عندنا بهو بشكل عمودي، هذا البهو يخدم جميع الأدوار. لو نتكلم عن الأدوار اللي موجودة، عدد الأدوار الموجودة، في عندكم مواقف سيارات، في عندكم سرداب موجود في هذا المبنى، تدري هذا المبنى يخدم شريحة كبيرة من المجتمع. صح، طبعا عندنا عدد السراديب، عندنا 2 سرداب زائد دور ارضي و4 ادوار. بالنسبه حق السراديب اذا تحب تشوفهم، بالنسبه حق السردابين احنا عندنا تقريبا في السرداب الثاني، عندنا تقريبا في السرداب الثاني مواقف للسيارات بحدود 150 موقف، زائد عندنا جزء من ملجأ، وعندنا خدمات ميكانيكيه. في السرداب الأول كذلك عندنا مواقف للسيارات، عندنا جزء من إدارة الطب الشرعي متمثلة بالمشرحة، كذلك عندنا شوتينج رينج هم يقع في السراديب. خلينا نصعد من الدور الأرضي إلى آخر دور عندكم في هذا المبنى على هالكروكي هذا اللي موجود. أي قصدك الدور الأخير هذا؟ هذا دور هم خاص في عندنا خدمات في الدور الأخير، لكن إذا تحب تشوف مثلا الدور الأرضي، الدور الأرضي عندنا مقسم حق مناطق خارجية ومناطق داخلية. المناطق الخارجية فيها مواقف للسيارات، هذه السيارات تعنى بكبار الزوار، فيها مداخل، وفيها مناطق زراعة خارجية زائد البهو اللي هي يفصل مثل ما قلت لك بين المبنيين. عندنا في الدور الأرضي كذلك إدارة الطب الشرعي وتحقيق الشخصية موجودين في هذا الدور. في مختبرات موجوده كذلك مهندسة، ذكرت ان في مختبرات عندكم مهمه جدا في هذا المبنى. طبعا هو كل دور مثل ما حضرتك شايف مقسم حق جزء مبنى هذا والمبنى الثاني. الدور يخدم المختبرات اللي تصير في المبنى الخلفي، وعندنا الجزء الاداري الخاص بهذه المختبرات في المبنى الامامي. ما شلون نتكلم انت يعني هذا المبنى يتبع وزاره الداخليه، لابد ان بينكم وبين وزاره الداخليه تعاون، لجنه مشرفه من الاداره العامه للادله الجنائيه تقوم مثلا بالاشراف معكم في هذا المبنى، تعطيكم بعض التوجيهات، تاخذون منها بعض الارشادات والتوجيهات بخصوص هذا المبنى. طبعا احنا تعاوننا مع الاداره العامه للادله الجنائيه كان من بدايه التصميم، هم اللي اعطونا المتطلبات وعلى اساسها تم التصميم. في الوقت الحاضر احنا عندنا زيارات معاهم دورية، هم يشوفون المستجدات الموجودة ويعطونا ملاحظاتهم.
مهندس الان هذا المبنى كاميرتنا قاعد تاخذ لقطات على هذا المبنى، ودنا نشوف يعني هذا المشروع اللي هذا موجود الان حاليا شنو قاعد يدور في هذا المشروع، يعني لو تقسم لنا حتى كاميرتنا تشوف مثلا حتى مع المشاهد الكريم كان احنا ندخل داخل هذا المبنى ونتجول. اوكي، احنا الجزء اللي وراي هنا على يساري، الجزء اللي على يساري احنا بالسرداب الثاني هنا، الجزء اللي على اليمين وصلنا حق سقف السرداب الثاني وقاعدين نشتغل بالسرداب الاول. يعني هذه كلها مكاتب موجوده هذا السرداب الاول، لكن هذا المبنى راح يكون مجهز بتجهيز كامل بنظام الكتروني بنظام بسيستم معين. طبعا المبنى مصمم كمبنى ذكي، فالمفروض انه هو يكون اوتوميتد اكيد. لو نتكلم لابد انه في يعني مشروع تواجهكم بعض المشاكل بعض المعوقات في هذا المبنى. بالنسبة حق بداية المشروع طبعا كان عندنا معوق أثناء التسليم مع بلدية الكويت، والحمد لله حلينا هذا المشروع الموضوع. بالنسبة حق المعوقات الحالية عندنا معوق خاص بوزارة الكهرباء والماء، طبعا في مراسلات بيننا وبينهم وإن شاء الله ينحل الموضوع. مهندس لو نتكلم عن نسبة الإنجاز إذا هذه اللحظة إلى ما الحين إحنا 5.6%. ما شاء الله، يعني توقعاتكم إن شاء الله متى راح يكون هذا المبنى جاهز؟ أنتم أكيد عندكم فترة زمنية موجودة متى بديتوا ومتى راح ينتهي هذا المشروع؟ المشروع مثل ما قلت لك 2017 وعندنا مدة التنفيذ 1095 يوم، فعلى نهاية 2020 إن شاء الله راح يكون هذا المبنى جاهز بهذه الصورة اللي احنا قبل شوي احنا شفناها معاك. الله إن شاء الله. مهندس يعني دائما احنا مع المهندسين الكويتيين يعطيهم العافية اللي دائما في هذه المشاريع اللي موجودة، ودائما احنا معاكم أولا بأول هذا المشروع، احنا دائما نوصل المشروع كبدايته وبعدين راح بين فترة فترة يعني لازم نمر على هذا المشروع ونشوف هذا المشروع ونشوف التطورات اللي فيه. مهندسة أول شيء يعطيك العافية وعساش على القوة، هل في كلمة أخيرة ودك تقولينها كون المهندسين الكويتي ما شاء الله عليهم دائما مميزين في المشاريع؟ ما تقصر طبعا، شاكرين لكم حضوركم عندنا وإن شاء الله المرة الجاية لما تزورونا تشوفون الأدوار صعدت. يعطيك العافية المهندسة إسراء الكندري مهندس معماري في إدارة التنفيذ في المشاريع الخاصة، ونشكر كذلك الشكر لوكيل وزارة الأشغال المهندس عواطف الغنم اللي أعطت فرصة لأسرة وبرنامج صباح الخير يكون موجود في جميع المشاريع في دولة الكويت. راح نرجع إلى هاشم ونرجع إلى قادة لتكملة الفقرات المفيدة والمتميزة لبرنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضلوا.